يسعد اوقاتكم حبايبي، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله رح نحضر مع بعض من اطيب الحلويات الشرقيه والرمضانيه اللي بتكون دائما مزينه طاوله رمضان وسفر رمضان، وهي القطايف. رح نحضرها بعجينه سهله وناجحه 100%، ورح تاخذوا قرقشه خياليه. رح نحضرها خطوه بخطوه مع كافه اسرار نجاحها، ورح نحضر معها حشوات مختلفه، كل حشوه اطيب من الثانيه، ومنحضر كمان الشيره والقطر. بس قبل ما نبدأ حبايبي، بتمنى تحطوا لي لايك وتشتركوا بالقناة بزر الأحمر الأسفل الفيديو لتكبر علتنا الحلوة فيكم. ما تنسوا حبايبي تفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد فضلا وليس أمرا. يلا مع بعض نشوف المقادير وطريقة التحضير. أول شي حبايبي رح نحضر الحشوة الأولى لحشو القطايف، وهي حشوة القشطة. أنا حطيت لترين حليب سائل، حطيتهم على النار. بس بدأ الحليب بالغليان، منضيف عليه ربع كاسة خل أبيض أو فنجان خل أبيض. وإذا ما متوفر عندكم حبايبي الخل الأبيض، ممكن نستبدله بعصير الليمون الفريش. شايفين حبايبي كيف بدأ الحليب يفرط ويعمل كتل وتبدأ المي الصفرة تطلع معي؟ دايما القشطة بتكون من الأعلى والمي من الأسفل، بنتركه هيك ليفرط كل الحليب، وبنتركه شوي يبرد، وبعدين بنصفيه بمصفاية ناعمة. وبنترك حبايبي القشطة تصفي منها المي كتير كتير منيح، وتصفي كل المي اللي فيها، وبنتركها تبرد تماما. وهيك حبايبي بعد ما بردت تماما وصفيت منها كل المي، هلا رح نضيف عليها 4 معالق كبار قشطة أو جيمر، تقريبا نص العلبة المتوفر عنا منضيفه. هلا حبايبي رح اضيف عليها جبنة ريكوتا. هاي الجبنة ما فيها ملح، كتير طيبة مع حشوة القشطة ومع الحلويات العربية. واذا ما متوفرة عندكم ممكن تستغنوا عنها، بس اذا متوفرة عندكم جربوا استخدموها، بتعطي نكهة كتير مميزة وكتير طيبة للحلويات العربية. والعلبة وزنها 400 جرام. هلا عم ضيف عليها حبايبي معلقة كبيرة سكر، ومنحركهم كلهم مع بعض. ومنقدر كمان نضيف معها معلقة كبيرة ما زهر أو ما ورد، ممكن كمان نضيف معها فستق حلبي، بتطلع كتير طيبة. وهيك صارت عنا جاهزة، وهيك خلصنا أول حشوة. هلا حبايبي رح نحضر الحشوة الثانية، وهي حشوة الجوز أو عين الجمل. أنا أضفت كاسة جوز مفروم ناعم، ورح أضيف عليها 2 معلقة كبار جوز هند، بتعطيها نكهة كتير طيبة ومميزة هون للحشوة. هلا رح أضيف عليها 2 صغار قرفة أو درسين. ورح أضيف عليها 3 معالق كبار سكر. ورح أضيف كمان حبايبي 2 معلقة كبيرة ما زهر أو ما ورد. وهلا بحركهم كلهم مع بعض، وهيك الحشوة الثانية صارت جاهزة. ممكن كمان حبايبي نضيف معاها 2 معلقة كبيرة سمنة أو زبدة. هلا حبايبي رح نحضر الشيرة أو العسل أو القطر للقطايف بطنجرة صغيرة. أنا حطيت 2 سكر، ورح أضيف عليهم 1 كاسة مي، ورح أضيف عليهم شرحة ليمونة. ممكن نستبدل شرحة الليمونة بعصير ليمون فريش 2 معلقة صغيرة. بحركهم كلهم مع بعض وبحطهم على النار. بس غلت من بعد الغليان بنتركهم 10 دقائق، وبيكون القطر عنا أو الشيرة أو العسل جاهز للقطايف. هلأ حبايبي رح نحضر عجينة القطايف. أنا رح أحضرها بالخلاط الكهربائي، وإذا ما متوفر عندكم ممكن تخلطوها بإيدكم بالمضرب اليدوي، أو ممكن كمان بالمضرب الكهربائي، المتوفر عندكم استخدموه. أنا رح أحط بالخلاط 4.5 كاسات مي فاترة دافية، بس ما تكون سخنة. رح أضيف عليها 1 كاسة سميد ناعم أو وسط، المتوفر ضيفوه. ورح أضيف كمان عليها 3 كاسات دقيق طحين أو فارين متعدد الاستعمالات. وممكن كمان حبايبي نضيف 3.5 كاسات طحين أو دقيق أو فارين، ونص كاسة سميد أو سيمولينا.
هلا راح اضيف عليها 4 معالق كبار نشا او كورن فلور، وراح اضيف عليها ظرف بيكنج باودر بما يعادل معلقه كبيره. هلا احبابي عم ضيف 3 معالق كبار سكر، وراح نضيف كمان عليها رشه ملح. هلا حبايبي بكاسة صغيرة بحط 2 معلقة مي دافية، وبحط عليها 1/2 معلقة صغيرة خميرة فورية، وبحط معاها رشة سكر تقريبا 1/2 معلقة صغيرة. بحركهم كلهم مع بعض وبتركهم على جنب ليعملوا رغوة كثيفة. هلا حبايبي على المكونات اللي اضفناها بالخلاط رح ضيف حليب بودره، رح ضيف 4 معالق كبار حليب بودره، وهلا بخلطهم بالخلاط كتير منيح. هيك حبايبي بعد ما خلطتهم كتير منيح مع بعض، هلا رح ضيف عليهم الخميره بعد ما عملت فقاعات، وبرجع بخلطهم مع بعض تقريبا شي 2 دقيقة. هيك حبايبي الخليط صار عنا جاهز، شايفين قوامه وشايفين شكله. هلا بنتركه حبايبي يرتاح ويتخمر من 1/4 ساعة الى 1/2 ساعة، بس ما بنتركه اكثر من هيك، وبعدين بنبدا في صب القطايف. هلا حبايبي راح صب القطايف، انا حطيت خليط القطايف ببريق لسهولة صب القطايف، وبحط قلاية على النار، وبتكون تقلاية ما بتلزق. بس حمت راح أبدأ نزل العجين بالطريقة الموضحة بالفيديو. ودايما حبايبي أول وحدة ما بتصير معانا لأنه بتكون لسه ما معيرين درجة الحرارة كتير منيح. أهم شي ما تكون كتير معليين الحرارة، وما تكون التقلاية كتير كتير سخنة لأنه راح تحترق معنا حبة القطايف وما راح تستوي. بتكون درجة حرارة متوسطة، ومنترك قرص القطايف لينشف تماما. شايفين كيف حبايبي وكيف بلشت عنا بقرص القطايف بأنه يطلع فقاعات، ودايما من الأطراف بيبدأ يستوي وبعدين بينتهى من الوسط لينشف تماما. أهم شي حبايبي قرص القطايف بنتركه هيك ما بنحركه أبدا لينشف تماما من كل الأطراف ومن الوسط، وبعدين بعد ما ينشف معنا من الوسط بنحرره من الأطراف وبنشيل قرص القطايف، وبتنشال بكل سهولة حبايبي لا تخافوا. هلأ منشيلها، شايفين كيف صارت، شايفين ما أحلاها. هلأ بعد ما بشيل حبايبي بحطها بصينية، والصينية بيكون عليها بشكير أو فوطة خاصة بالمطبخ بحطها عليها، وبعدين بس شوي بردت بغطيها بالفوطة مشان ما تنشف معي القطايف وتبقى طرية وحلوة. شايفين شكلها حبايبي؟ عن جد العجينة ناجحة 100%. شايفين لونها ما أحلى، شايفين الكنار الأبيض، وهذا دلال على أنه العجينة ناجحة 100%، وبنصحكن عن جد تجربوها. هلأ حبايبي رح أرجع صب حبة قطايف قدامكم، بس معلومة مهمة قبل ما نبدأ ننزل الحبة الثانية أو نصب الحبة الثانية، بنمسح التقلاية بمنديل ناشف ما فيه شي أبدا، منشان نشيل أي شي لزق بالتقلاية أو بالطاسة من العجين من الحبة الأولى. منمسحها كتير منيح ومنرجع منصب الحبة الثانية بالطريقة اللي أنتو شايفينها حبايبي. We'll be right back.
هلا حبايبي رح اعمل من نفس العجينه قطايف عصافيري. هدول القطايف بيجوا مقاسهم صغير، رح صبهم بمقاس صغير، وطبعا الحجم على حسب الرغبه بالشكل الموضح بالفيديو حبايبي. شايفين شكلهم حبايبي؟ شايفين الكنار الأبيض؟ عن جد عجينة ناجحة 100% وكتير طيبة وكتير بشهوة، بنصحكن عن جد تجربوها. هيك حبايبي خلصت كل الكمية، شايفين شكل العجين؟ شايفين ترابطه ما أحلى؟ عن جد العجينة كتير ناجحة وطلعت بتشهي وبتقرقش قرقشة بعد ما حشيتها واستوت. حبايبي أنا رح أشوي القطايف شوي بالفرن، وممكن كمان أقليهن على حسب الرغبة، بس شوي بالفرن أخف شوي من القلي، وخصوصي بعد صيام رمضان. ينعاد علينا وعليكم بالخير والصحة وراحة البال. هاي الصينية حبايبي اللي أنا رح أشوي هون فيها للقطايف عم بدهنها بخليط من السمنة والزبدة. أنا حطيت في صحن 4 معالق كبار زبدة، وأضفت لها معلقة كبيرة سمنة تكون نكهتها طيبة، وحطيتهم بالمايكروويف دوبتهم تقريبا 30 ثانية، وهلا عم بدهم فيها الصينية. هلا حبايبي رح احشي القطايف في الحشوات الطيبة والمميزة والشهية اللي نحن عملناها. انا عندي حشوة الجوز اللي حضرناها مع بعض او عين الجمال، وحشوة القشطة، وهي الحشوة الثالثة هي حشوة الجبنة. هي الجبنة اللي انا مستخدمتها جبنة موزاريلا، الكرات الصغيرة بتكون خاصة بالحلويات وما فيها ملح ابدا، ومعاها جبنة عكاوي بدون ملح، او ممكن نستعمل جبنة نابلسي. شايفين حبايبي كيف العجينة كتير طرية وكتير سهلة بالتشكيل. هلأ أنا عم بحشي بحشوة الجوز، منحط الحشوة اللي نحنا منحبها ومنحشي فيها القطايف ومنسكرها كتير منيح. هاي خطوة كتير مهمة إنه نضغط عليها ونسكرها كتير منيح مشان ما تفتح معنا ويخرب معنا شكلها بالقلي أو بالشوي. شايفين شكلها ما أحلى حبايبي، وهلأ بحطها بالصيني اللي دهنتها زبدة. وهلأ حبايبي عم احشيها بالحشوة القشطة. هاي الحشوة طلعت كتير كتير طيبة ومميزة، عن جد طلعت طعمتها ونكهتها بتجنن. واهم شي حبايبي مثل ما حكيت نسكرها كتير منيح مشان ما يخرب منظره ويطلع شكله حلو بعد الشوي او القلي. وهيك لخلص كل الكمية اللي عندي. هيك حبايبي بعد ما خلصت حشي كل كمية القطايف، شايفين شكلهم ما أحلى. هلأ حبايبي برجع بدهن وجههم بخليط السمنة والزبدة اللي حكينا عنه من شوي، 4 معالق كبار زبدة ومعلقة كبيرة سمنة. هدول الخليط أنا دهنت فيهم الصيني من الأسفل، وهلأ عم بدهن فيهم القطايف وجه القطايف من الأعلى منشان ما ينشفوا معنا ويطلعوا قاسين ومو طيبين وقت القلي، ويطلع فيهم قرقشة كتير طيبة ونكهة مميزة. مثل ما حكيت حبايبي إذا ما بتحبوا تشوها شوي بالفرن، بتحبوا نكهة القلي بتقلوها وبتطلع كتير طيبة وبتطلع بتقرقش قرقشة.
هلا حبايبي مدخلهم على فرن محمى مسبقا على درجة حرارة 180 من تحت من الرف الأول، بس تحمروا كتير منيح وأخذوا اللون الحلو المميز اللي نحن منحبه، منقلبهم على الوجه الثاني ومنرجع منحطهم من تحت ومنحمرهم، أو ممكن كمان ما نقلبهم ونحطهم من فوق بعد ما يتحمروا من تحت نحطهم من الرف الأعلى من فوق ونحمرهم، وما بياخذوا وقت كتير، تقريبا من تحت بياخذوا 10 دقايق ومن فوق بياخذوا تقريبا 5 دقايق وبصيروا عنا جاهزين. حبايبي هدول عندي عجينة القطايف العصافير اللي نحن صبيناهم مع بعض، هلأ راح أشكلهم بالشكل الموضح بالفيديو حبايبي، وراح أحشيهم حبايبي إما بقشطة جيمر أو بنفس القشطة اللي نحن حضرناها مع بعض، لأنه القشطة اللي حضرناها مع بعض نكهتها كتير طيبة مميزة، ممكن كمان نحشيها نوتيلا على حسب الرغبة. وبعد ما نحشيها حبايبي منزينها بالفستق الحلبي وهذا كله على حسب الرغبة. حبايبي هاي القطايف ممكن بعد ما نحشيها بالحشوات الطيبة والمميزة اللي نحن حضرناها مع بعض واللي انتو بتحبوها، ممكن ندخلها على الفريزة او المجمدة وتجمدوها تماما، بس صارت مثل الحجر منطلعها ومنحطها باكياس او مرتبانات خاصة بالفريزة، ومندخلها على الفريزة مرة تانية لوقت الحاجة، منطلعها ومنقليها او منشويها او منتركها هيك قطايف عصافيري على حسب الرغبة، منحشيها بالقشطة وبتطلع نكهتها كتير طيبة ومميزة. وهيك حبايبي طبقنا صار جاهز، شايفين هالمنظر وهالشكل الحلو، عن جد كتير طيبة مميزة وبنصحكم تجربوها. بتمنى تجربوا الوصفة حبايبي وتعطوني رأيكم فيها، لأنه وصفة ناجحة 100% وكتير طيبة ومميزة. وإذا حبيتوا الوصفة حبايبي بتمنى تحطولي لايك وتشتركوا بالقناة بالزر الأحمر الأسفل للفيديو لتكبر عائلتنا الحلوة فيكن، وما تنسوا حبايبي تفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد فضلا وليس أمرا، وإن شاء الله حبايبي بشوفكم بوصفة جديدة بأمان الله.